ولم يمت إلي ببعض الماء. عقد قاتل الأسيرة بنو مرة. أين هي؟ تكلم. اتركوه. انظروا فيما حولكم، القاتل لم يبتعد كثيرا عن هنا. هاي توقف. أين صاحبة العقد؟ قتلتني. تكلم، أين هي؟ اسألوا عنها في الصحراء. هذا عقدها، فأين هي؟ حيث قدم الراهب. فأين كان؟ لقد زعم يوم قبلناه في اليوم المشؤوم أنه ذاهب إلى مكة أو يثرب. نعم، مات وحيدها، لدغته أفعى منذ ليال. لقد انقطع صوتها، لعلها ماتت، فالحزن سهم مسموم. كأنك لم تسمع بتلك القافلة والنساء اللاتي أسرهن اللصوص. كلا. ألم ينزل هنا راهب من أهل الشام؟ ولا من أهل اليمن. أين دار ابن الأزور؟ سلمن يصادفك ليدلك، ألك عنده حاجة؟ أريد شراء جواد من خيله، فقد أوشك حصاني أن ينفق. درار لا يبيع خيله، وإن شئت فاذهب إلى الوادي تجده هناك. حييت أيها السادن الطيب. وحييت. أصحابك السلامة، فإن علمت خبرا كيف أخبرك؟ من أي القبائل أنت؟ من بني مرة. من بني مرة؟ ما أجرأك وأحمقك يا ابن الأزور. طيفور. مولاي، اذهب إلى دار درار وليأتني في الحال. هل أذن لك بالخروج؟ كلا، فكيف خرجت؟ لم أعد أطيق البقاء في دار تضج بالعويل والبكاء. وما شأنك أنت يا بنت العم؟ كأنك راض عما فعل ابن عمك يا زيد. وما حيلتي؟ ألا تفعل شيئا يحول دون نشوب الحرب؟ أية حرب؟ بيننا وبين قومها. ما من أحد من بني أسد يعلم عنها خبرا، فكيف يعلم بنو مرة؟ ممن يكرهوننا ويتظاهرون بالولاء. من تقصدين؟ أقصد طليحة وأخته، فهما يعلمان كل شيء، وكلاهما يطمع في بني الأزور. هذا أدعى إلى أن يكتم خبرها. إذا رضخنا لمطامعهما وقبلت الزواج من طليحة. ماذا؟ ما سمعت. وتلك شروط ليلى العانس اللئيمة. فماذا نفعل؟ نساعدها على الفرار. يقتلنا درار بيده لا بيد عدوه. أم تريد أن نساق أسرى وسبايا؟ خير ليس من أحلافنا. أسرعي بالنزول إلى الوادي واسلوك الشعب إلى الديار. اجمع الرعاة يا زيد. السلاح الخير. أين ذهبوا؟ نحو الوادي. أقنصي الدار، سأفعل ذات يوم. هيا الآن.
ليس بعد، ولكن عندما أكنسك أنت ومواليك بالسيف. متى يا مولاة درار؟ بل أنا سيدة نساء العرب. أما زلت تشمخين بأنفك؟ الحرة لا تذل ولا تقهر ولا تخضع. أو ما زلت حرة؟ وسأظل. رفقا بنفسك، وانظري كيف كنت وكيف أصبحت، واعلمي أنك إن لم ترضي بما صرت إليه وتستكيني لمولاك فسوف يقدمك إلى أحد خادمه أو إلى تاجر من تجار الرقيق، فقد نال منك ما أراد. ما نال مني إلا بالقهر، ولا سوف أقهره أبد الدهر. أهذا ما فتنه بك؟ لو علمت أنه مفتون به لقصصته. فمولاك لا يحب منك إلا هذا الشعر الذي يشبه شعر القرد. لن أحقق لك مأربك أيتها الذليلة. لو سمعتها منك ثانية سأقتلك. وهل أنت إلا امرأة ذليلة؟ سأقتلك وخمسة وبني مراه. اخسئي. نحن ضيوف، ما نحن بصعاليك أو نصوص. مرحبا بالضيف، اسقوهم واطعموهم. فممن أنتم؟ من بني مرة. إنهم أعرف من هم. اذهبي أنت، انطلقي إلى أم ملكك. مرحبا يا ابن العم، هؤلاء ضيوفنا يا ضرار. مرحبا بالضيفان. قللتم اهلا ونزلتم سهلا. ممن القوم؟ من بني مره. نعم القوم، شرفا وجاها وباسا ونسبا كنا نطمع في شرفه ونسعى اليه. فالمصاهره حلف موثق الدم والنسب. هل جئتنا خاطبا؟ كنت قد أرسلت بعض وجهاء قومنا ليسألوا عن أعلى بيوتات بني مرة وأعفها نساء، فيعرضوا مطلبي عليهم ويقدموني لهم بما يعلم عني أو يجهل. فطردوا رجالك وردوا خطبتك. لا لا كلا يا أخي، بل ردوهم رد الكريم للكريم واعتذروا بما يقطع اللوم والعدل. فقد سبقني إلى العروس التي لم أرها من هو أحق بها وأولى، ابن العم ولي الدم حتى يرفع يده وستره عنها. صدقت، ابن عمها أرادها وتزوجها فبورك لهما. كأنك لم ترها من قبل. أن لي أن أرى إحدى بنات الخدور، وإنني كما قال شاعركم عن ترى، وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. نعم الفتى أنت، ولكن ألا تعرف ابن عمها؟ يا ضيفنا، إن الرجال يعرفون بشمائلهم ومآثرهم، أما النساء فيخطبن لأنسابهن وأخلاقهن وجمالهن. وما خطبتها إلا لنسبها وخلقها. أما جمالها فهنيئا لابن عمها إن كانت جميلة، وبورك له فيها نسبا وخلقا. فلتعسا له
وسعقا لأبيها وأمها. عجبا، لما أنت غاضب هكذا على بعض قومك يا مري؟ أنا في جوارك وحماك. لا تخشي شيئا، اطمئني يا ابنتي. احمني وردني إلى ديارنا. لا تتركوها تفلت منا. إلى أين؟ أين الخادمة الهاربة؟ وما علمتم أن من لاذ بالحمى واستجار فقد أمن ولو كان قاتلا؟ لقد هربت من دار مولاها. إنها في حمى من لا ينتهك حماه. سيقتلنا مولاي إذا رجع ولم يجدها. اتصرفوا وأخبروا مولاكم أنها في جواري. لا تتركوها تفلت منا. إلى أين؟ أين الخادمة الهاربة؟ وما علمتم أن من لاذ بالحمى واستجار فقد أمن ولو كان قاتلا؟ لقد هربت من دار مولاها. إنها في حمى من لا ينتهك حماه. سيقتلنا مولاي إذا رجع ولم يجدها. اتصرفوا وأخبروا مولاكم أنها في جواري. ما الخبر؟ ألم يخبركم ذلك الراهب أين قابلها؟ كلا، لم يخبرنا. هل كانت يوم خرجت في طريق الشام؟ بل في طريق خضاعة. طريق خضاعة لا يغير عليه إلا لصوص السواحل، والراهب قادم من الشام. ربما يكون قد أتى في مركب ونزل وصدفها هناك على الساحل. فما يدعوك لهذا الظن؟ خضاعة أقرب إلى البحر منها إلى البادية، وهناك على الساحل ترسو مراكب النخاسين وتجار الرقيق، ولا بد أن اللصوص انطلقوا بغنائمهم إلى الساحل. فهل تحسستم خبرها هناك عند الساحل؟ كلا. هلموا بنا لنصل الساحل قبل الليل. كلا، أنتم ضيوفنا ولم نقم بحق ضيافة بعد. بورك فيك يا سيد قومه، سوف نلتقي. أتحب أن آتي معك أو أمدك ببعض الرجال؟ كلا، فلا أظنني في حاجة. أتأذن لي بالبحث عنها فيما وراءنا من أرض حتى حضرموت؟ مروءة نحمدها لك. خذ نفسا، سوف أنشر رجالي في كل أرض العرب حتى أجدها وأفتديها بكل ما أملك وأعيدها إلى ديارها عزيزة كريمة. ستكون يدا لن أنساها لك ما حييت. زيد، ماذا تريد يا ابن العم؟ أعطهم جوادا من خير جيادي، وناقة حلوبا، وزادا وماء. ليقم ما أردت. صحبتكم السلامة واليوم. شكرا لك. بورك فيك يا درار، بورك فيك يا فارس بني أسد. يا له من فارس داهية. لا تخدعيني، أنا لا أخدعك وأريد مساعدتك. ولو لم تهربي لكنت دبرت لك وسيلة الهرب. ولما؟ حقنا لدماء الضحايا من قومك وقومي، وقد يكون، بل لابد أن يكون أول القتلى أحب الناس إلينا. الشرف لقتلانا والعار لقتلاكم. القتل هو القتل، ولئن سالت قطرة دم بسببك ستعقبها أنهار من الدم، ولن ترتوي الربال حتى تشرب دماء الأحفاد، وسوف تصيبك لعنات الثكالة ودموع اليتامى إلى الأبد. سيعلمون أن امرأة قهرت فغضب قومها لها وثأروا ممن قهرها. لن يبقى من خلفهم ذرية تثأر لمئات السبايا من نسائكم أو نسائنا. فانظري بأي شؤم تصيبين قومك وعشيرتك. أتريدين أن أستسلم للذل
واستكين للقهر وأعيش في دار أخيك اللص خادمة ذليلة. كلا، بل أريدك أن تعودي لديارك وأن تعقلي أمرك. وما قولي لهم؟ أين كنت؟ ومن ذا قتلني مرتين؟ مرة بقتل زوجي والثانية بإذلالي قهرا وعنوة. حسبك أن تخبريهم بأنك أسرت ليلا وأنك لم تعرفي من أغار عليكم، وهذا حق كما قلت. ولكني عرفته، ولا بد لي أن أنتقم. لقد حاولت أن أساعدك رغم أني أعرض نفسي للقتل، فإن أخي شديد الاندفاع وفي غضبه لا يرحم. فمثل هذا يرحم؟ لن أقضي اليوم أجادلك. فماذا تطلبين مني؟ أنت حليفي بألا تخبري قومك بشيء عن ضرار، وأنك فررت من رجل لا تعرفين قومه ولا أرضه. فإن حلفت أحلف أن أساعدك في العودة إلى ديارك بأمان. احلفي أنت. أحلف أن أساعدك وأحلف أن أخفي خبر ضرار. هيا معي. إلى أين؟ إلى دارنا. كلا. ماذا تفعلين هنا يا حسناء بني مرة؟ صبرا يا أخي لأشرح لك السبب وأوضح لك الأمر. لا أريد إيضاحا. اخرجي من داري أيتها الخادمة واذهبي إلى اللص الذي خطفك. ادخلي وانتظري مع الخدم. لقد أمرت ألا تبيت في داري. أمرك مطاع يا أخي، لن تبيت في دارنا. طليحة سيد بني أسد أصبح لا يعلم ما يحدث في داره، حتى أصبحت مأوى للغنائم والسبايا. اهدى واسمعني. ماذا أسمع؟ إن ضرارا يريد أن يورطنا معه. اسمعني لعلنا نورطه أكثر. تخدعني؟ تخدعني يا كلب الجبل؟ ما خدعتك فلا تقتلني. ألم أمرك أن تحتفظ بالجارية حتى أرجع؟ تخلصت منها بما فيه خلاصنا من طليح، فلا يجرؤ على فضح أمرنا وإحدى السبايا في عقر داره. لما لم تخبرني؟ فجاني بطلب الخروج معه فلم أستطع لقائك، واحترت أين أخفيها فلم أجد غير داره. سيطلق سراحها أو يرسلها في الخفاء إلى قومها. وهل يخفى على دعثور وذئاب خبر أو عابر في طريق؟ من من ذئابك أغار على ضيفي وخفر جواري؟ أي ضيف يا مولاي؟ الراهب. أحلف لا أعلم، ولئن كان قاتله أحد رجالي لأذبحنه تحت قدميك. هون عليك، فإنه لم يهنى بغريمته، فقد قتله ذئب آخر. زدني إيضاحا يا مولاي. اسمع، أخرج من وكرك هذا وارقب الطريق، فالطلب يجد من حولنا والغدر يدبر في ديارنا. خذيها ليلا يا ليلى إلى دار ضرار، وقدميها هدية منا إلى صهرنا المرتقب. نعم الرأي يا حكيم قومنا. حكيم، أين ضفائرك؟ كانت ضفائرك حديث النساء في خدورهن والرجال في منتدياتهم، وأكثر ما شغفني بك حبا. لهذا كرهتها كما أكرهك، وبرئت منها كما أبرأ منك، وألقيت بها تحت قدمي كما سألقي بك يوما تحت حوافر الخيل. سهية، إلى متى هذا النفور؟ حتى الموت.
ولا تصفحين عني. ولو شربت دمك وأكلت كبدك على ملأ من القبائل كلها. يا سهية، لقد أصبحت أحب النساء إلى قلبي، وأنت أبغض الرجال إلى نفسي. إني أعذرك، فقد ارتكبت حماقة ما دفعني إليها إلا حبي لك. كاذب، فالحب لا يفضح محبوبه ولا يلطخ سيرته بالعار. سأصلح ما أفسدت. لا يستطيع القاتل إحياء قتيله. سأحيي ما مات في قلبك ولو بدماء قلبي. دماؤك لا تعدل دمعة ذل في عيني أمي وأبي. سأسترضيهما وأدفع لك مهرا لم يدفع لعروس قبلك أو بعدك. الشرف المنتهك لا ترده كنوز الأرض. انظر. هل تستطيع إعادته إلى ما كان عليه؟ هكذا أنا، وسوف أحطمك كما حطمتني. فهل إذا صلحت قومك وأرضيتهم بما يريدون وبما يرد اعتبارهم وكبرياءهم بين القبائل أتقبلين أن تكون؟ لا تخدع نفسك، فلن أكون لك مهما فعلت. ولكنك أصبحت لي بسيف الغدر. سهية، إني أريدك زوجة حرة. الموت أهون وأحب إلي. إذن فلتبقي أمة جارية من كامينك غيرك من الإماء، ولتبقى مغطرا ببطشك حتى يطبق عليك رجالي بسيوفهم. فمن ذا يخبرهم يا ذات العقد الذهبي؟ رسالتك إلى قومك لم تصل ولن تصل إلا إذا بلغتها بنفسي. انظري فيما عرضته عليك وأخبريني. مولاتي سهية، مكانك يا لئيمة، ادخلي. مولاتك منذ الليلة هي هذه، فلا تفعلي شيئا أو تنطقي بكلمة إلا بأمرها. أمرك يا مولاتي، ماذا تقولين؟ لك يا مولاي أحلف لك. لا تحلف فأنت كاذب. لكني صادق في أن ضرارا لا يعلم أني تركت الجارية في دارك، بل ولا يعلم أنها لا زالت في قبضة يدي. لقد أصبحت في قبضة يدك، أصبحت في دار. كيف؟ وقد أمرني أن أتخلص منها حتى لا يفتضح أمره. خلصه منها. ما قتلتها وهي في يدي، أفأقتلها وهي في داره؟ بل اقتله بها. أنا لا أفهم يا مولاي، كيف؟ سأخبرك كيف، ولك ما تشاء، لكن حذاري، حذاري أن تغدر بي أو تتقاعس، وإلا لا تتوعدني يا سيد قومنا، فأنا لا أغدر بمن يغدق لي في العطاء. خذ، ولك مثلها بعد أن تنهض بما أمرك. إن شئت سطوت عليها كسطو الذئب على الشاة. كلا، فلي خطة أخرى. زيارة مقصودة وهدية مرصودة وغير مردودة.
إنها جارية سهية. مرحبا بها مع مولاتها. إنها خدعة. أعلم، أما قلت لك إنها زيارة مقصودة. ووراءها خطر عليك. وقلت لك أيضا إنها هدية مرصودة. اعلمي أنهم لو لم يبادروا بإرسالها إلى داري لطلبتها ودفعت فيها أي ثمن. أصبحت لا أفهم ماذا تريد ولا فيما تفكر. ما رأيك في زيد ابن عمنا؟ فيما؟ زوجا؟ سألتني مرارا وعرفت رأيي. وسأسألك عنه على مسمع من طليحة إذا عاود الطلب، وأترك لك الخيار، فاختاري زيدا. لست في حاجة لأتعلل بما لا أريده لأرد من يتقدم إلي. أم تريد أن تجعل مني سهية أخرى؟ ويحك، ما يجرؤ طليحة أو ألف مثله على الاقتراب منك. ما أيسر هذا على بضع ذئاب في غفلة من الرعاة. كما واخرجي إلى ضيفتك. قد يؤتى الخلي من مأمنه يا أخي، فتدارك أمرك قبل فوات الأوان. يا لك من فتاة، إنك أرجح عقلا من أعقل الرجال. رب فتاة خير من فتى سوى أخي فتى الفتيان. لا تبطئ، فالعروس تنتظر. أما طليحة فاتركه لي. لو كل الإناث مثلك ما وآدت العرب أنثى. ما بك يا مولاتي؟ ما بك؟ عودي حيث كنت. إنها تتألم يا مولاتي، أما من دواء. خير الدواء الموت. ويحك، ماذا أكلت؟ اسأليها بماذا حملت وممن حملت. مرحبا، مرحبا بكما في داري، تفضلوا. قبلنا هدياتك يا طليحة، فهدية الكرام لا ترد. وأنت أكرم من يهدى إليه يا ابن العم. إلا إذا كانت الهدية تمهيدا لشرط أو تقدمة لغرض. لا يهدي بشرط إلا لئيم. أما الغرض فهو لنا شرف ومنكم كرم يا ابن العم. قل لي يا طليحة، ما تلك العمومة التي تحرص على تشريفي بها كلما تحادثنا؟ ماذا؟ أخبرني، فأنت نسابة راوية، تعلم الأنساب والأخبار أكثر مما أعلم. أمثلك أجهل انتسابنا إلى جدنا أسد بن خزيمة؟ ذاك نسب بعيد أقرب إلى آدم. رب نسب بعيد أقوى آثرة من أخ حميم، إذا صدقت النوايا وطهرت الطوايا. بورك فيك يا أختاه. ثم ماذا يا ابن العم؟ إن كان نسبا بعيدا فقد جئت لأجعله قريبا بالمصاهرة. هيا ندخل يا أختاه. لا لا لا، بل اجلس اجلس. فنحن أبناء عمومة وأنتما في سن الحكم والمشورة. أتقبلني صهرا يا ضرار؟ أريد ردا قاطعا. مثلك لا يرد ولا يقطع، وصهرك شرف لا يدانيه شرف. ولكن أسلافنا قالوا تسأل الحرة عن نفسها، فما قولك يا بنت الأزور؟ طليحة فارس كريم شجاع، ذو مروءة وأمانة،
لا يغدر ولا يخون ولا يضمر غير ما يظهر، لا يسترق السمع ولا يختلس النظر من ستر أو باب، ولا يقتفي أثر امرأة في واد أو درب أو طريق، ولا يشهر سيفا في وجه أعزل. حسبك يا شقية حسبك، فماذا أبقيت لغيره من صفات وسجايا؟ هذا دليل الإعجاب أو العجب. العجب ممن يطلب ردا قاطعا في أمر يحتاج إلى التروي والتفكير. لا فض فوك يا بنت العم، أمهلوها بعض الوقت يا طليحة، لا تتعجل فلن تجد خيرا منها ومن أخيها. سأخرج غدا في رحلة صيد مع طليحة، وإنها فرصة لتفكري، فتلك حياتك في قابل أيامك، وأرجو ألا تحرمينا شرف هذا النسب. أنت شرف لكل من تزوجه أو يزوجك. إذن تجهز لرحلة الصيد غدا قبل الشمس. الصيد لا يكون إلا في الربيع، حيث تكسر الغزلان وبقر الوحش والطير. لا، مثلنا لا يخرج لمثل هذا الصيد الهزيل يا ابن العم، إنما صيدنا سباع الفلاة ووحوش البادية وذئابها وثعالبها، لنؤمن ديارنا ومراعينا ضد من يتربص بنا. إن كان هذا فمرحبا به صيدا. قتلني وأذلني. لم يقتلك بعد يا لئيمة. بعد هذا قتل وعار وذل. ويلي، ماذا أصنع؟ من ذا يخلصني؟ أنت في يدك خلاصك. كيف يا أختي؟ إن عملت بنصيحتي نصحتك. أنا طوع أمرك، أستحلفك أن تنقذيني، خلصيني الليلة. إذن فافعلي ما أمرك به. يقتلني؟ لا يا أختاه، درار يعرف قدر خصمه وصاحبه. أخشى أن يغدر بك ليتحلل من وعده لنا. درار لا يغدر ولا يرجع في وعده إذا وعد. كأنه سيبر بوعده لك ولي. حمقاء ورب الكعبة، ألم تقل إنه وعدنا؟ هل سمعته قطع على نفسه عهدا أو وعدنا وعدا؟ لقد ترك لها الخيار وخلع نفسه خلع الصيد قيدا. ولم يطلبني منك تصريحا أو تلميحا. سأجعله يطلبك على ملأ من القبيلة، فما زال القيد حول عنقه مشدودا بقبضة يدي. رب صيد رحمه صائده فآواه وأطعمه وسقاه، فأبى إلا أن ينفر ويترقب كي يفر. لا يعرف النعمة إلا من أضاعها يا مولاي، ولا ينكرها إلا الأحمق. الطبع يغلب التطبع يا مولاي. اجلسي يا سهية، ماذا بك؟ يأمرك مولاك ويسألك، فاجلسي وأجيبي.
دعيها تدخل. ما أطيب قلبك يا مولاي. ادخلي معها. أمرك يا مولاي. اجلسي أنت. ادخلي أنت. أمرك يا مولاي. إن كانت مريضة أعطيها بعض الدواء. أنت مولاي. من أنت؟ أخبريني وحذاري أن تكذبي. أنا سودة خادمتك يا مولاي. أسألك عن عشيرتك وقومك، من هم؟ أنتم يا مولاي. ليس لك أب أو أهل؟ كلا. أين نشأت؟ في دار مولاتي سهية. فأيهما أحب إليك، داري أم دارها؟ دارك يا مولاي، فهي اليوم دارها. كأنك تحبين البقاء حيث تكون هي. ولو في القبر. وفاء مفتقد في زمن غادر. لقد أحسنوا إلي يا مولاي. أراك شديدة الولاء لها ولقومها. أمرتني ألا أكذب. كأنك إذا أمرتك بأمر مهما يكن تأتمرين به دون تردد. إن كان خيرا لها ولمولاي. فأنا أمرك ألا تطيعي أوامرها حتى آذن لك. أمرك يا مولاي. أخبريني بكل شيء عنها وعنك منذ نشأت في دارها حتى هذه اللحظة، وحذاري حذاري أن تكتمي عني خبرا. من ذا يخبر قومي؟ من ذا يخلصني؟ كفى نحيبا، فلن يخلصك إلا الموت. يا لهوان الرجال ونساؤهم سبايا وحرائرهم إماء. يا عار قوم لا همة لهم ولا غيرة ولا حول لهم ولا قوة، وكأنهم نساء. يا خالة، لم أترك شعبا ولا ضربا ولا عابر سبيل إلا سألته. وهذا دليل على أن ابنتي لم تمت. ولما لا يكون دليلا على أنها قتلت وسلبت وهذا بعض الغنيمة؟ كلا عما، لقد أوشك الرجل أن يخبرني لولا أنه لفظ أنفاسه. وكيف طابت لك نفسك أن ترجع إلينا بدونها؟ يا خالة، لم أعل جهدا ولم أدخر وسعا في البحث عنها. لقد أعذرت يا ولدي، ولا تثريب عليك ولا لوم. أنت أب، أنت رجل طعن في شرفه. كفى، اغرمي عن وجهي، ليتها ما ولدت. وليتك ما كنت أباها. حمقاء. مهلا يا عم، أريد أن أكاشفك بما في نفسي. تكلم يا زفر. أظنها في ديار بني أسد. وما دعاك إلى هذا الظن؟ ولماذا لم تقاتل دونها وتخلصها؟ أنت من بني مرة؟ كلا، من دومة الجندل. فما سؤالك عن درار؟ نزل بنا في بعض أسفاره واستحلفني إذا مررت بدياره
أن أزورها. مرحبا بك، بوركت يا ضيفنا. أهذا يكفيك؟ شكرا لك. أين أجد صاحبي؟ دلني على داره. طيفور، أيها الخادم المأجور. أمرك يا سيدي. اعلف ناقة ضيفنا في الحظيرة مع إبلنا. كلا، فإني راحل. ثم اذهب إلى دار ضرار وأخبره أن ضيفا ينتظره. هيا اذهب. بل أذهب معه. قسما لن تخرج حتى أطعمك وأسقيك، فأنت ضيف يا رجل. قلت ما اسمك وممن ومن أرسلك؟ فإني نسيت اعذرني. كأنك خارج للقتال لا للصيد يا مولاي. قد لا أجد ما أصطاده إلا أنت. أنا يا مولاي، هل وشى أحد بي فاتهمني في ولائي لسيد بني أسد؟ لا تراوغ، اسمعني. افتح هاتين الأذنين قبل أن أقطعهما، وهاتين العينين اللتين تشبهان عيني الذئب قبل أن أفقعهما. ويح أمي، هل بلغك عني شيء؟ دعك مما بلغني، واحذر أن يبلغني عنك أي غدر أو تواطؤ أو غفلة. يا مولاي، أنا سيفك وسهمك ورمحك. وفضلكني على من تريد يا مولاي. أحلى لك يا مولاي. أنا خارج للصيد كما بلغك من طليحة. ألم يخبرك؟ بلى يا مولاي، وطلب مني أن أخرج معكم. فأنا أمرك بالبقاء. سمعا وطاعة يا مولاي. واجمع رجالك، أعني ذئابك، وازرع كل ذئب منهم على كل درب من مداخل ديارنا. تسمع؟ أزرع يا مولاي. ولا يترك موضعه إلا إذا قتل، ولا يدن أي ذئب منهم مسافة رمح من الحمى حتى أرجع. كأنك تترقب إغارة من بعض القبائل. كل من حولنا من القبائل أحلاف، لهم عهد وذمة ومواثيق. أما ما حولك من الصعاليك فلا عهد لهم ولا ذمة. فاكفني أتباعك الصعاليك، وأنا كفيل بأحلافي وأعدائي. وما وجهتك وغايتك؟ غايتي ما أمرتك به. أنا رهن أمرك يا مولاي. دوثور. مولاي، جاريتك أصبحت في داري. جاريتي؟ لقد كانت هبة لي منك. لا، لم أطلب منك إيضاحا، إنما أخبرك فقط أنها أصبحت في دار ضرار. أيها الثعلب. وهل يجرؤ الثعلب أن يدنو من عرين الأسد؟ يا سيد بني أسد. أنا لا يأمرني أحد ولا يمنعني. أنا لا أمرك يا بنت العم، إنها أوامر أخيك. لقد ملئت هذا الحبس وكأنني أسيرة سجينة. تعيرينني؟ صبرا صبرا. أنا لا أعيرك يا سهية، ولو كان الأمر بيدي. أما من دواء يا سلمى؟ داويتها بكل ما أعرف يا مولاتي. أنا ذاهب إلى الوادي، أرجو ألا تخرجي حتى يرجع ضرار من الصيد. رب صيد قتل صائده. أصدقني خبرك، من أنت وماذا تريد منه؟ كأنكم ترتابون في رغم ما أخبرتكم. يا ضيفنا،
كل ما أخبرتنا به يدعو إلى الريبة. ولم؟ زعمت أنه نزل بك في دومة الجندل في الموسم الفائت، وما رحل أو نزل في دياركم منذ سنوات. لو كان ابن عمك حاضرا ما قبل أن يهان ضيفه. لا تؤاخذني، ومرحبا بك في داري حتى يرجع من سفره. بورك فيك، سأنزل بكم في عودتي من يثرب. شأنك؟ كلا كلا، لن تخرج من داري حتى يرجع طيفور. افتح غرفة الضيافة يا ولدي. تفضل. ويحك، ماذا تفعل؟ حق الضيف، سأقتلكم جميعا. للقتل ولدتنا نساء لئيمات مثل أمك. ما هذا يا دهيبة؟ إنه ضيف. يحمل خنجرين وسيفا. أيها الخونة خذوه. حرم عليك أن تفعل هذا برجل غريب. حقا إنه رجل غريب، يحمل خنجرا مسموما، لو خدش إصبعك سرعك في الحال. عجبا، كأنه كان يريد قتل درار. لما؟ ما قولك؟ أطلق صراحة أم أقتله أم أبقي على حياته حتى يرجع ابن عمك فارس فرساننا وحامي حمانا. ويحك، أما زال في أحشائك؟ أجل، كأنه مخالب أحش تعتصر أحشائي. قتلت نفسك يا لئيمة، الشهر الثاني أوشك أن يهل. وماذا أفعل؟ الفرصة ما زالت سانحة. ساعديني. ساعدتك قدر ما أستطيع. اتركيني أخرج، لعل وحشا يأكلني في الطريق. ليرجع مولاك ويقتلني، أليس كذلك؟ ليته لا يرجع أبدا. فما أوصاف تلك الجارية؟ امرأة ككل النساء، ليست بالطويلة ولا بالقصيرة ولا بالقبيحة ولا بالجميلة ولا بالسوداء ولا بالبيضاء ولا بالصبية ولا بالشمطاء. لكأنك تعرفها يا سيد بني مرة. ما اسمها؟ كلما سألتها قالت أنا الأمة الذليلة. إذن فهي حرة كريمة، أصابها ما أصابها. ألم تخبرك من أي أرض هي وكيف كان السبي؟ كلا، ولكني سمعتها تتوسل للنخاس أن يطلق سراحها أو يقتلها. لا يطلب هذا إلا امرأة ذات حسب ونسب، تخشى على قومها أن يعيروا بها. لما لم تحملها إلينا لنرى إن كانت هي أم لا؟ لقد تركتها طريحة الفراش ووصيت بها أهلي، وجئت أسألكم إن كنتم تريدون أن تروها. فما صفة شعرها؟ أهي جعداء أم ذات غدائر طوال؟ ليست جعدة، ولكن غدائرها تنسدل على كتفيها. ابنتي كانت ذات غدائر طوال؟ تلك صفة يلحقها التغير، فما أشبه الغدائر بالأغصان، تتساقط وتنمو. أو تقص؟ فماذا يمنع أن يمعن مولاها في إذلالها؟ صدقت، ربما. لقد أبلغتكم وهي الآن في داري، فإن شئتم أرسلتم معي من يراها، فإن كانت هي رجعتم بها عزيزة كريمة. بورك فيك. ولكم علي العهد، لئن أفصحت لكم عن من أغار عليها
لآتينكم برأسه على سن رمحي. بورك فيك من فتى. أرأيت أي زوج رضدت عن ابنتك؟ ما علمنا عنه إلا أنه غيور أحمق، كلما ولدت له أنثى وأدها وقتل أمها. ماذا؟ من ذا أشاع عني هذا؟ تلك مقولة كانت عن أبيه. كذبت يا طليحة، فلو كان أبي ممن يعد بناته ما كانت له بنت كانت أحب الناس إلى نفسه، تركها لي طفلة ووصاني بها. لا عليك، دعنا مما كان ولننظر فيما سيكون. لقد ظلمناك يا ولدي لما بلغنا، ولو علمنا عنك هذا لكانت اليوم في حماك. لو كنت زوجتنيها لكانت اليوم في حما أعز وأمنع. لا تغضب، لا تغضب يا ابن العم، فلو كانت هي تلك الجارية التي اشتريتها بمالي فتزوجها في دياري، وكل ما يلزم العرس على نفقتي. لا حاجة لي بها ولا بمالك. هذا جزاء المروءة والمعروف يا ابن الحويرث. فماذا لو كانت هي يا مالك؟ أقسم لأزوجنها من سيد قومه درار إذا أراد. إنه نسب كنت وما زلت أتطلع إليه، ولكن ما يدرينا من تكون. فإن كانت هي فأهلها وابن عمها أحق بها. كلا، لإن كانت هي فهي زوجتك. قد رضيت على أن تسأل عن نفسها ويترك لها الخيار. بوركت وجوزيت يا ابن الأزور، كذا فليكن الرجال الفرسان. طاب صباحك يا زين. ومساؤك وأيامك يا بنت العم. هل عاد أخي؟ كنت أول من يعرف. أنا لا أسأل، إنما أتساءل، فإني لا أدري لماذا أنا منقبضة خائفة. لماذا خرجت من الدار؟ ولماذا لا أخرج؟ لقد أمرك برار. أتراه لو بقي شهرا حيث خرج أطيق الحبس بين جدران البيت؟ ولو بقي سنة فقد أمرك وكل نساء. أولئك نساؤه وله أمرهن وعليهن طاعته. أم أنك تشبهني بالخدم يا زيد؟ من لم تمتثل وتطع أخاها فلن تطيع سواه. زيد، ما رأيك في طليحة؟ لا أخبث ولا أغدر ولا أكذب منه، ولكن لما تسألين؟ خطبني. ماذا؟ ألم تسمع؟ خطبني من أخي قبل سفره معه. وهل قبلت؟ لم أقبل ولم أرفض، وطلبت مهلة لأفكر. لتفكري فيما؟ في إحباط خطته لأفوت الفرصة عليه. أفهمت؟ لم أفهم. أيها الأحمق، كانت في دارنا مصيبة واحدة فابتلانا طليحة بالأخرى، وكلتاهما من دار واحدة وقبيلة واحدة، وأصبح لزاما علينا أن نتخلص منهما معا، ولو بالبيع في أسواق اليمن بعيدا عن تلك الأرض كلها. بماذا؟ بالبيع؟ وهل وافق أخوك على هذا؟ يا زيد، إنه لا يدري أي خطر يحدق به. كلا، إنه يدري ويدرك كل شيء، لكنه عنيد لا يبالي، وأنت تعرفين هذا. ولهذا فقد جئتك يا زيد، لنجعله أمام أمر واقع لا مفر له من قبوله. كيف؟ تحملهما معا على بعير وتحت جنح الليل، وتخرج إلى سوق اليمامة وتبيعهما ولو بدرهم لتاجر من أرض اليمن أو أي أرض. وبما أجيبه إن سألني؟ لن يسألك يا زيد قبل أن يسألني. فما جوابك؟ هربت مع خادمتها تحت جنح الليل. هربت؟ أنت تعرفين أخاك عندما يغضب. أن يغضب ويجلدني خير من أن يقتل. Ha 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 ha
جوعته فاعترف بكل شيء. قد يكون مخادعا، أنا لا أخدع، فلماذا تحبسه؟ اقتله وتخلص منه يا لئيم. وجائزتي؟ أتريد أن أخسر 10 من الإبل؟ سينفق الأسير قبل أن يرجع ضرار أيها الطامع. الحق بسعدة، زيد ينتظركم على الطريق. بورك فيك، لن أنسى لك هذا. اذهبي ولا تنسي ما وعدتني به، ألا تبوحي بالسر وألا تفضحي أخي. أحلف لك أن لا أفضح، لا خوفا علي ولكن وفاء لك، ولعلي أرد لك هذا الجميل بما يوفيك حقك. هيا. لماذا يخرج زيد بناقتي في هذا الوقت من الليل؟ لعله نسي شيئا في المراعي. أم تراه هاربا إلى مكة؟ مكة ولما؟ منذ جلس إلى هذا الراهب في غرفتي وأنا أراه ساهما شاردا، وكأن حديث الراهب عن الرجل القرشي قد شغله. أتصدق ما تسمع عن ذلك الرجل؟ وإن صح ما سمعناه فإنه الخطر قادما قدوم الموت إن لم نتدارك بالقضاء عليه قبل أن يستفحل. هون عليك، فلو كان صادقا ما كذبه قومه وما جهله طليحة، فقد كنت في مكة و... ماذا استوقفك؟ لكأني أسمع دبيب خطى. لعله أحد العابرين. اجلس. سودة أولادي، هيا انتظري حتى يخبو لهب النار. اخلعي خفك وهيا قبل ضوء النهار. انتظري، إنه عثور. هيا بنا، هيا هيا. لقد انصرف، لعله ذهب لينام. هيا بنا. الذئب ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا، فهو يقظان نائم. هنا أغار عليها صعاليك البادية، بل صعاليك البحر يا ولدي، فهذا المكان أقرب إلى البحر منه إلى جبل سلمان. كان هذا رأيي عندما أخبرتني من الصعاليك حيلا لا يدركها إلا صعلوك. هلموا لنصل ديارنا قبل غروب شمس الغد. مسيرة 3 ليال، تريد أن تقطعها في يوم وليلة؟ وفي طرفة عين إن استطعت. اسبقنا لتبشرهم ولينحروا 10 جمال لنا وللقبيلة كلها. هيا. يدي عنكما حتى يرجع مولاي ويبيعكما بدرهم. ستقتله الوحوش وتناهشه الأفاعي. سيرجع وسأخبره عن هروبك أيتها الخادمة. يدك عنهما ولا تحاولي أن تؤذيهما مرة أخرى. انصرفي. لا تخافي يا سهية، لن يخبره أحد بهروبك. لا يعنيني، فليعلم أني أمقته. لقد حاولت أن أساعدك بقدر استطاعتي.
لابد أن أخرج من هنا ولو إلى القبر. كلنا ما آلونا إلى القبر إن عاجلا أو آجلا. أما هو فقبره بطون الضواري والسباع. لا تنسي أنه أخي. أخوك شتان بينك وبينه. قد يطلق سراحك عندما يرجع بمحض إرادته. كولا، أين أنت يا بنت العم؟ أطلبي له السلامة يا سهية. لا سالم ولا غنم، ولا رده سفر، ولا سقاه مطر. إنه في الطريق مع رجال من بني مرة. بنو مرة؟ قومها؟ ومعهم أبوها وابن عمها. لا تخبريها، اذهبي وأعدي الطعام للضيوف واتركيها لي. لماذا أخبرهم؟ كيف يجيء بهم ليروها في داره؟ أحضر 20 رجلا بسيوفهم واجعلهم في الدار على أهبة الاستعداد. أتنوين الغدر بضيوفنا؟ بل أتحسب لغدر الضيوف. هيا لا تنظر إلي كالمخبول. ها هو عبد العال. أخبره قبل أن يدخل داره بما فعلته من أجله، وأنا لا أطمع في شيء إلا في سلامته. أخبره أنت. يا حبذا هذا الأسد، يا حبذا هذا الأسد، وضيفه الذي وفد، وضيفه الذي وفد. يا حبذا هذا الأسد، يا حبذا هذا الأسد، وضيفه الذي وفد، وضيفه الذي وفد. ليصلحوا ما قد فسد. في أمر خطير. ما هو؟ رجل من تغلب غلبته وحبسته. بورك فيك أيها السادر الطيب، احتفظ به حتى أراك. يا حبذا هذا الأسد وضيفه الذي وفد. أريدك في أمر خطير. ما هو؟ رجل من تغلب غلبته وحبسته. بورك فيك أيها السادر الطيب، احتفظ به حتى أراك. يا حبذا هذا الأسد وضيفه الذي وفد. يا الله، العار له وحده. رجل طائش العقل، نستره ونكتم جريمته فيفضح نفسه ويفضحنا. اتركه وفضيحته، فما يليق بك أن... ويليق بي أن أترك رجلا من قومي يحيط به أعداؤه، وفي داره، في ديارنا. مثلك لا يذهب للناس، بل يأتونك هم، استضفهم في دارنا. كلكم ذهبت عقولكم. لقد رجع الأمر سيان. علمت أنه كان في دياركم. لو دخلها ما رجع. بل رجع وفي وفد من قومك. لا تهزئي بي وكيف كاذبا. أنا صادقة يا سهية. أتريدين أن أصدق أن ذلك الوحش جرؤ على دخول ديار قوم، أغار على نسائهم وانتهك حرماتهم، ثم خرج في وفد منهم كأنه ذو مروءة وكرامة؟ ومعه أبوك وابن عمك. هذا كذب، كذب. فإن كان حقا لابد أنه خدعهم، أو أنها خدعة أخرى منكم.
فماذا ستفعلين؟ سأفضحه، سأفضحه ليقتلوه في داره. ستقتلين أباك وابن عمك ووجوه قومك دفاعا عن شرفهم. كلا، بل غدرا برجل دعاهم لزيارته وأنزلهم في ضيافته وأكرمهم بمروءته فغدروا به فقتلهم رجاله. انظري، ما تركتم من صفات السوء شيئا إلا تلطختم به. إنما أردت أن أساعدك بعقلك إن كان لك عقل. أي عقل؟ وهل أبقيتم لي على شيء من عقل؟ إذا أردت الخروج سالمة مع أهلك فلا تتكلمي أو تبادري بشيء حتى أرى ماذا فعل وماذا قال وماذا يريد ولماذا أتى بهم. أتفهمين؟ لم أعد أفهم أو أدرك. مرحبا بالضيفان، مرحبا، تفضل. تفضلوا، داركم ومحلكم وأهلكم، تفضلوا. تعقلي ولا تقتلي أباك قبل أن تقتلي. من لي بمن يقتله؟ أين الجارية يا أبا الأزور؟ مهلا يا زفر، واصبر فعما قليل ستراها إن لم تكن هلكت أو هربت. الشراب يا غلام. اروي ظمأك، رب ظامئ لا يرويه ماء ولا دماء، ورب قطرة دم أسالت بحارا من الدماء. على رسلكما، فنحن جوع، وما أظن أحدكما يتربص بصاحبه ليأكله. الطعام يا غلام، الجارية يا أبا الأزور. أول حقوق الضيف الطعام، والطعام أول العهد. الجارية يا أبا الأزور. ويحك أيها الفتى، سأمر بإعدادها لتحضر. زي لبيك يا ابن العم. أطعم ضيوفنا حتى أرجع. أنا لم أخبرهم بشيء سوى أني لا أعرفك وأنك لم تفصحي عن اسمك وقومك. الليلة تعرف من أنا. قد أخبرتهم أنك ما زلت عذراء حفاظا على كرامتك وكبريائك. يا لمروءتك وشهامتك. سهية، لقد تعرضت نفسي للموت لأكفر عن ذنبي، فسامحيني. لا تدن مني وإلا صرخت وفضحتك. سهية، إني أحبك ولا أستطيع رأيك. لا تنطق بالحب، فمثلك لا يعرفه ولن يعرفه. لقد أصلحت الأمر كله، فلا تفسديه. عد إلى الرجال الذين خدعتهم. أخرج، أمرتك أن تخرج. الرجال يطلبونك، اقتربي بها خلف الباب لتسمع حديثنا، ولا تخرج علينا حتى أطلبها. وجهزيها. وأنت لا تذكري شيئا عن جاريتك سعدة، أفهمتي؟ لا تخطئي خطأ فيه الهلاك لكل القبائل، فليهلك الناس جميعا
ولا أبيت على ذل. لا تكوني شؤما على العرب، فما خمدت نار حرب البثوث إلا منذ ليال بعد أن دامت 40 سنة بسبب ناقة ضربها رجل بسهم. أنا امرأة حرة شريفة، قتلها ذئب من قومك، فليقتل قومي جميعا ثأرا لكرامتهم. لن يبقى في ديارنا أو دياركم من يثأر لأحد، فانظري لما سوف يقع بسببك، والأمر في يدك. وأنا ما زلت على عهدي لك يا أبا الحارث، إن لم تكن هي ابنة عمك. وأنا ما زلت على عهدي لك يا أبا الأزور، إن كانت هي الجارية. أبتاه ابنتي. أبتاه كيف حالك يا ابنتي؟ هل أنت بنت العم سهية؟ أين غدائرك الجميلة؟ ويحك ضرار، ويحك ويح أمك أيها الأحمق. ارفع يدك عن سيفك، أغدر بمن وفى؟ لا تثريب ولا لوم عليه، فإنما هي الغيرة على عرضه. لن أغفرها لك. اعلم يا أبا الحارث أن عرضك لم يمس، رغم أني لم أكن أعلم أنها سهية. أليس كذلك يا بنت مالك؟ بلى. اصدقيني القول، لقد افتداني وأبقى علي وأكرمني، ولم يقترب مني حتى يعرف من أنا. مرحى يا أبا الأزور، مرحى. أنجز وعدك يا مالك. أي وعد يا سيد قومه؟ ما وعدنا به يا ابن أخي؟ أن نزوجه منها. وقد صدقته، إنها خدعة خدعنا بها. اجلس لا أم لك، اجلس ولا تنطق في مجلس حتى آذن لك. أي وعد يا أبتي؟ أن نزوجه من الأسيرة إن كانت سهية بنت مالك. وأنا الآن لست بنت مالك. لا أكون سهية بنت مالك إلا في دار مالك وديار قومي بني مرة. لقد خطبك منا قبل أن يعرفك، ورضينا به قبل أن نراك. ما خطب منك إلا أمة ذليلة، وما زوجتموه إلا امرأة لا تعرفون من هي. وها قد عرفنا من أنت، وإني